مبدئيا اللي راح نحكيه هو المانجمنت. حكينا على الـ على الـ على الدايجنوسيس قبل، حكينا على الاناتومي الفيزيولوجي، حكينا على الدوكيومنتيشن اوف سباينال كورد انجري. اليوم راح نحكي على المانجمنت. المانجمنت عندك اربع نقاط. اول نقطه هي ريستريكت موشن، قلل الحركه. النقطه الثانيه هي الاي في فلويدز. النقطه الثالثه هي الميديكيشنز والنقطة الرابعة والأخيرة هي ترانسفير. هاي الأمور راح نحكي عنها regarding management. ثم إذا الله كتب لنا عمر ويعني صعدنا وقت، نحكي على specific vertebra أو specific spine injuries. تمام؟ اولا نحكي على المانجمنت. ريستريكتد موشن، واضح انه اني بيشنت وذ سيجنيفيكانت يعني ملتيبل انجريز او يعني الميكانيزم مال انجري سجست انه اكو عندي سباين انجري، راح اسوي ريستريكشن تو ذا موشن. طبعا المساله تبدي من بري هوسبيتال قبل ما يوصل البيشنت تو ذا هوسبيتال. الصوت ضعيف. اوكي هلا اشوف ايش اقدر اسوي حتى اعلي الصوت. اي جس انه نطفي البنكة ونعلي. اوكي هسه اوضح. اذا اوضح بس قولوا لي انه هو الصوت صار اوضح. اذا restriction of motion، اول ما يصير الانجري، اذا الميكانيزم مال الانجري suggest انه اكو سباين انجري، الموضوع يبدي بري هوسبيتال قبل ما يوصل البيشنت للهوسبيتال عاده. اذا ما بلش بري هوسبيتال مثل احنا يعني المسعفين مالتنا ما يسوون هاي الريستريكشن بشكل مضبوط، ممكن احنا من يوصل البيشنت للهوسبيتال نسويها. المهم شنو الريستريكشنز؟ اول شيء عندك انت السيرفايكال كولر. زين تنحط دائما يدور الركبه مال البيشنت على مود تو ريستريكت موفمنت. وحدها مو كافيه، هذا الهيد زين وهذا البودي وهاي اللور لمبس هاي الابر لمبس، هاي وحدها مو كافي زين. وياها لازم ساند باكس، من الجهتين على مود شنو؟ على مود نقلل الموفمنت اللاترال الروتيشن زين واللاترال بندنج، نقللها من خلال وضع هاي ساند باكس. طبعا نحط البيشنت على باك بورد، واكو سترابس وحده على الفورهيد تثبت الهيد وسترابس تثبت البودي. زين كل هاي during transfer للهوسبيتال. inside the hospital طبعا الباك بورد ينشال مباشرة، تبقى بس السيرفايكال كولر ما تنشال اذا ما نسوي كليرنس للسيرفايكال سباين انجري. بالنسبة لللمبر والثوراسك سباين زين نشيل الباك بورد حتى لو احنا بعدنا ما مسوين اسسمنت وما متأكدين من سلامة الثوراسك او واللمبر سباين، بس نخلي بريكوشن يعني ما نحرك البيشنت limit movement. واذا اريد نحركها من مكان الى مكان او نسوي له يعني نحط على صفحته او نحركها من مكان الى مكان كله log rolling. اوكي log rolling الوفه، اسوي له log rolling على صفحته، احط السديه جوا، ارجعه مره ثانيه باللوج رول، ثم اشيله على السديه واحوله المكان الجديد، اسوي له log roll اشيل السديه وارجعه باللوج رول. زين اريد احول على صفحته لوج رول، كل اي حركه اسويها لوج رول. اوكي على مود ليس عندي فردر انجري. فاي ريستريكشن اوف موشن بريكوشنز كلها تصير بري هوسبيتال عاده، بس احنا ممكن نديها بالهوسبيتال من يجي البيشنت الهوسبيتال. اوكي الباك بورد طبعا الماكسيمم تايم عاده 2 اورز، اكثر من 2 اورز ممكن يسوي بيد سور، فلهذا لازم ينشال مباشره. تبقى بس السيرفايكال سباين او السي كولر بقائها يبقى الى ان نسوي كليرنس للسيرفايكال سباين انجري. نجي على الاي في فلويدز. اي في فلويدز البيشنت اللي يجيك مالتيبلي انجرد ممكن عنده اسوشيتد انجريز، فممكن يجيك البيشنت هايبو تنسيف. هايبو تنسيف بيشنتس زين اكسكلود بالبدايه هيموراجيك، يعني اكو هيموراج زين اكسكلود الهيموراج بالموضوع از ا كوز اوف هايبوتنشن. هذا الهيموراج must be replaced by fluid initially بعدين blood، وهذا حاكينا احنا عنه سابقا. اوكي
This is the most common cause of hypotension. Any patient trauma يجي للإمرجنسي ديبارتمنت. لكن أبو السباين إنجري ممكن يكون cause of hypotension زين either بالإضافة إلى الهيموريج أو alone النيوروجينيك شوك. يعني ممكن بالإضافة إلى الهيموريج أكون نيوروجينيك شوك أو ممكن بس نيوروجينيك شوك زين يجي pure. النيوروجينيك شوك قلنا لما يصير عندي transection of the spinal cord above T6 الفيزوموتور فانكشن ما سمباثاتيك يصير بها كات فيصير فيزودايليتيشن ويصير بولينج اوف ذا بلاد فينزل البلاد بريشر نتيجه الفيزودايليتيشن والريليتيف هايبوفوليميا اللي صار عندي. بنفس الوقت السمباثاتيك سبلاي تو ذا هارت زين راح يصير بي كات نتيجه الترانسكشن بالسباينال كورد فاللي صار عندي الريسبونس اللي المفروض للهايبوتنشن والهايبوفوليميا يصير برادي سوري تاكيكارديا فما راح اشوف هاي التاكيكارديا او اشوف براديكارديا اصلا. اما اشوف براديكارديا واشوف ماكو التاكيكارديا اللي تكون المفروض بهيجي هايبوتنشن. فمن عندي بيشنت هايبوتنسيف زين الاكستريميتيز مالته ورم وعنده براديكارديا وما يقدر يحرك الاكستريميتيز مالته وعنده ويكنس او ما يقدر يحركهن اقول هذا البيشنت ان نيوروجينيك شوك. أنطي moderate amounts of IV fluids اللي هي crystalloid, ringer lactate أو normal saline وبعد moderate amount مو complete amount رأساً لأن إذا أنطيه هواية amount of أو large amount of fluids على حاجته وعلى على التقدير الهايبوتنشن طبعاً الهايبوتنشن ما راح يستعدل إذا كان neurogenic shock زين وممكن أوصل لمرحلة pulmonary edema و fluid overload وبعد الهايبوتنشن فأنطي moderate amount ثم بعد وراها judicious use of vasopressors استخدم vasopressors على مود اصعد البلود بريشر. اذا IV fluids هذا الاستخدام مالتها بال spine او spinal injury spinal cord injury medication سابقا كانوا اذا اكو عندي spinal cord injury ينطون high dose steroids صراحه حاليا ال ATLS كاتب لك سطرين فقط وكاتب هاي السطرين اللي موجودة regarding medication إنه there is no clear زين benefit of giving medication أو steroid زين there is no clear outcome benefit فماكو إلها استخدام ولا أكلها مبرر إنه تستخدم بال spinal cord injury بال update مال 2018 مال ATLS فno more use of steroids in spinal cord injury transfer آخر شيء any patient with spine or spinal cord injury must be transferred to a facility بها القدرة أو capability capable of treating such an injury. يعني أنا ما عندي neurosurgeon ما عندي orthopedic surgeon I must transfer the patient إلى مستشفى بها الأخصائي أو بها الفاسيليتي على مود to manage إذا كان أكو فد tools أو equipments يحتاجها السيرجن to manage patient surgically ما موجودة لازم I transfer طبعا during transfer لازم تاخذ ال restriction to the motion precautions زين بنظر الاعتبار. خلصنا ال lines بالmanagement مال spine and spinal cord injury. نجي على specific spine injury specific spine injury. احنا حكينا قلنا ال spine injury عندنا cervical spine عندنا thoracic spine عندنا thoracolumbar وعندنا اللامبر او اللامبوساكرال اريا. اللامبر راح نحكي عنها فقط. السيرفايكال سباين اللي تمثل 55% من الانجريز لكل السباينز. الثوراسيك سباينز اللي تمثل 15% و15% اللامبوساكرال حتى نوضح اللامبو سوري مو اللامبوساكرال الثوراكو لامبر اللي هي T11 وT12 وL1 زين هاي الثوراكو لامبر. ايش معنى هاي؟ لان هاي المنطقة مثل الفولكرم زين هاي المنطقة تكون يعني relatively ما بها mobility ما تكونش قليلة هاي المنطقة تكون mobile مقارنة رأسا هاي المنطقة mobility ما تزيد مقارنة بالثوراسيك region فيسموها هاي specifically الثوراكو لامبر region ومن ثم اللامبر vertebrae. نجي على السيرفايكال. اول شيء اكو الاوكسيبوت هنا صاير سوري يعني الكرانيوم او البيس اوف ذا سكال زين صاير هنا فوق ال سي 1 فوق ال سي 1 فاكو اطلانتو اوكسيبيتال
أتلانتو أوكسيبيتال زين جوينتس. هذا ممكن يصير ب ديسلوكيشن. أتلانتو أوكسيبيتال ديسلوكيشن ليش يصير عندي يعني وأشوفه ممكن بالبيدياتريك زين؟ لما يصير عندي شيكن بيبي يعني الطفل الصغير خصوصا الإنفانت صماغه كبير وثقيل زين، لما يجي واحد صار عصبي على الطفل ويلزمه ويهزه لك هاي شبيك او سوى زين يعني يبكي وما دا يسكت، هاي الهزه عمليه الهز مال الطفل اللي هي خطا جدا، شو تسوي؟ تحرك الهد هالشكل، حركه الهد لاحظ هاي الحركه الفليكشن، الفليكشن بلس الديستراكشن، ديستراكشن يعني ينسحب الهد، شنو اللي يسحبه؟ الويت مال الهد، الهد ثقيل واحد دا يهزه هيك للطفل، ايش دا يصير؟ هذا يتحرك فليكشن بلس ديستراكشن، ديستراكشن باي ذا ويت اوف ذا هيد، يصير عندي ديسلوكيشن. طبعا هذا الديسلوكيشن ممكن يعني اكثر كوز مال الدث بالشيكن بيبي سندروم هو هذا الاتلانتو اوكسيبيتال ديسلوكيشن. البيشنت ممكن يتعرض الى ابنيا وسدن دث بيكوز اوف برين ستيم انجري. البيشنت مو اذا ممكن يتعرض الى سيفير نيورولوجيكال ديفيسيت كوادريبليجيا زين نتيجه هذا الانجري. فهذا الاتلانتو اوكسيبيتال ديسلوكيشن. نيجي على السي 1، السي 1 ايش عندي بيها؟ السي 1 عندي ما يعرف بالجيفرسون فراكتشر، جيفرسون فراكتشر وسي 1 روتري سبلاكسيشن. هاي رو صارت صغيرة كلش، خلي اكتبها واضحة. رو ت ري زين، سي 1 روتري سبلاكسيشن، سبلاكسيشن. نجي على الجيفرسون فراكشر، شنو هو الجيفرسون فراكشر؟ الجيفرسون فراكشر واحد زين واقف اتش ستريت ويجي اكزيال لود، يعني مثلا فد هيفي اوبجكت ووقع على الهيد هالشكل، يعني اكزيال لود مباشرة، او واحد وقع هيجي دايركتلي على الهيد مالته ايضا اكزيال لود، شو يصير عندي؟ السي 1 عبارة عن رينج، سي 1 عبارة عن رينج، هذا البريشر اللي يصير او هذا الانرجي اللي يصير ترانسفير شو تسوي؟ ممكن تسوي هاي الرينج بيها بيرست فراكتشر. فشو يصير عندي؟ هاي عندي الانتيريور والبوستيريور رينج واللاترال ماسس، شو يصير بيها؟ بيرست انجري، يعني تنكسر من فروم انتيريور بوستيريور زين، واللاترال ماسس تبتعد من الجهتين. هذا يسموه جيفرسون فراكتشر. عاده ماكو وياها نيورولوجيكال انسلت، لانه احنا نعرف ال 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 الابر سيرفايكال سباين سي 1 سي 2 السيرفايكال السباينال كانال بيها يكون عريض نسبيا، فممكن ما يصير عندنا نيورولوجيكال ديفيسيت، بس هو انستابل لازم تثبته زين وذين ريفير للسبيشالست. هذا الجيفرسون فراكتشر. نحكي على سي 1 روتري سبلكسيشن. السي 1 ممكن يصير بيها سبلكسيشن وتتحرك من مكانها ويعني بهالشكل، يعني تتحرك روتيشنالي، روتيشنالي زين، يصير بيها روتيشن. فاللي يصير التالي انه يجي بريزنت خصوصا بالبيدياتريك البريزنتيشن مالتهم تورتيكولس، presentation مالتهم تورتيكولس، don't try to يعني تعدل الهيد مالته، ثبته مثل ما هو، ثبته بنفس الوضعيه و refer the patient to the orthopedician. شنو السبب مال، شنو الموضوع؟ ممكن يكون spontaneous، ممكن minor trauma زين، ممكن respiratory tract infection او rheumatoid arthritis، كلها causes ممكن يسوي لي C1 rotary subluxation. مجرد ثبت الهيد بالوضع مالته، طبعا اذا تسوي له اكس رايز حيبين، هتشوف عندي اللاترال ماسز مال سي 1 نوت يعني equidistant من الاودونتويد، يعني بنسوي الاوبن ماوث فيو، هذا الاودونتويد وهاي سي 2، هنا سي 1 اللاترال ماسز زين نوت equidistant، الديستنس منا للاودونتويد ومنا الاودونتويد مو نفسها، تلقى يجوز هنا زين مبتعده، هنا مقتربه اكثر زين، فهذا تشوفه بالسي 1 روتري سبلكسيشن. Refer the patient to the orthopedician وثبت على نفس الوضع مات. نجي على C2. C2 الفراكتشرز مالتها عندي الاودونتويد، اودونتويد
فراكتشر. اودونتويد هو البروسيس اللي صاير. سي 2 عباره عن هم مثل عندها البوستيريور بارتس وال الاودونتويد بروسيس. هاي غوشت المفروض تعدل. والاودونتويد بروسيس هالشكل صاير. فممكن يصير عندي فراكتشر بالاودونتويد او البوستيريور اليمنتس. بوستيريور اليمنتس مال السي 2 اودونتويد فراكتشر. زين عندنا تايب 1 وتايب 2 وتايب 3. 3 تايبس اوف اودونتويد فراكتشر. تايب 1 يصير فقط بالتيب مال اودونتويد. تايب 2 اللي هو موست كومن يصير عندي بالبيس مال الدنس. وتايب 3 ياخذ من البادي مال الاكسس، يصير اوبليك من البادي مال الاكسس. لان 3 تايبس مال اودونتويد. البوستيريور اليمنتس الهانجمان، هانجمان فراكتشر. زين هذا المفروض الصوره شويه تتوضح. هانجمان فراكتشر، هانجمان فراكتشر يصير نتيجه البوستيريور اليمنتس. يعني الانتيرير هذا صاير عندي الاودونتويد او الدنس صاير انتيرير. بوستيريور اليمنتس زين مال السي 2 يصير بيها فراكتشر نتيجه وات؟ اكستنشن انجري. اكستنشن انجري ممكن يسوي لي فراكتشر للبوستيريور اليمنتس. بكل الاحوال ثبت ريستريكت وريفير للاورثوبيديشن. نجي على الثراسك فيرتبري. الثراسك فيرتبري عندنا الفراكتشر مينلي 4 تايبس. اقول انتيرير ويدج فراكتشر، واكو عندي البرست فراكتشر، وعندي الفراكتشر تشانس فراكتشر، وفراكتشر ديسلوكيشن. فراكتشر ديسلوكيشن اكتب هاي ديسلوكيشن. زين الانتيريور ويدج فراكتشر يصير نتيجه اكسيال لودنج وفلكشن. اكسيال لودنج وفلكشن، هذا الهيد وين صار مغلوب وهاي النك. اكسيال لودنج بلس هاي فلكشن واكسيال لودنج يصير عندي ويدجنج. الفيرتبرا الانتيريور بودي مال الفيرتبرا يصير بيها ويدجنج نتيجة الفراكتشر. عادة مو أكثر من 25%، نادرا ما يكون أكثر من 25%. شنو السبب؟ لأنه الربس تثبت لي الفيرتبرا فما يصير كومبريشن قوي. أوكي؟ فمو أكثر من 25% ربع شورتنينج مقارنة بالبوستيريور بودي. زين؟ هذا الأنتيريور هذا البوستيريور يصير شورتنينج مو أكثر من 25% عادة. عادة هذا الإنجري ستيبل. Stable injury. The burst will chance will fracture dislocation unstable. Unstable. نانا كلش لازم تكون cautious. The burst fracture axial loading زين ويسوي لك burst fracture. The chance fracture يكون بسبب flexion hyperflexion. واحد اللي يستخدم lap belt يصير hyperflexion يصير transverse fracture بالvertebral body. Okay. هذا chance fracture يكون associated with abdominal visceral injuries. زين واللي حاكي احنا بالابدومينال تروما والباكيت هاندل انجري مال الميزنتري. اوكي الهولوفيسكس انجري كلها associated with chance fracture. هو عباره عن transverse fracture للvertebral body. Fracture dislocation من يصير fracture dislocation او حتى subluxation بالثراسك vertebra لانه السباينال كانال هنا نارو راح يصير عندك كومبليت كومبليت ترانسكشن للكورد. زين فراكتشر ديسلوكيشن عاده وذ كومبليت ترانسكشن للكورد. اوكي هاي الفراكتشرز مال الثوراسيك. عندنا اللامبو او ثوراكو لامبر اللي هي تي 11 T12 و L1. L1 هنا يصير ال end مال spinal cord عادة الكونس كونس CONUS كونس ميدالاريس. عادة patient يصير عنده مشكلة بالبلادر مشكلة بالباول. زين يصير عنده parasthesias ويصير عنده motor deficit باللور limbs من يصير عنده injury للكونس ميدالاريس أو ال end of the spinal cord.
هاي المنطقة قلنا موبايل أكثر من الثوراسيك فيرتبرا، فممكن يصير بيها إنجري زين نتيجة الموبيلتي اللي تصير بيها. بعدها تيجي عندنا اللمبر، اللمبر ريجن هنا أو اللمبر سباينز زين. المنطقة هنا خالية من السباينال كورد، تلقى هنا الكودا إكواينا جاست نيرفز زين، فعادة وتسبح بفلويد، فعادة يعني ما تلقى نيورولوجيكال ديفيسيت زين ويا such an injury. عادة ما يصير عندك نيورولوجيكال ديفيسيت، والفراكتشرز هي نفسها الفراكتشرز نشوفها بالثوراكولمبر أو بالثوراسيك ريجن. Penetrating injury، penetrating injury knife أو bullet، سوي لك transection زين knife direct injury وtransection الكورد whether partial or complete. البوليت ممكن حتى لو ما تخترق الكورد، حتى لو ما تخترق او كورد، ممكن اذا جتي tangential يم الانرجي اللي جايه من الـ من الـ من الهاي فيلوسيتي مال الميسايل او البوليت، ممكن تسوي لك indirect injury للسباينال كورد. خلي ببالك هالشيء. طبعا الستيبل عاده بالpenetrating injury السباين is stable unless إذا مثلا الـ penetrating object سوى severe damage للفيرتبرا، عادة ذاك الوقت يصير unstable. نجي على الـ part الأخير، الجزء الأخير، وهو عندي الـ carotid and vertebral artery injury أو injuries. لما يصير عندك trauma to the neck، ممكن تسوي لك carotid or vertebral artery injury. السباين fractures ممكن تكون associated with، ممكن ان اكو فد type certain types of spine fractures يعني more associated with carotid and vertebral injury. شنو المشكلة بالcarotid vertebral injury؟ الdiagnosis مالتها شوية صعب، يحتاج sophisticated investigation زين، وايرلي عادة ما تنطيك ممكن signs and symptoms apart from ممكن pain بالنك، والpain بالنك ممكن تعزيل التروما نفسها، فدير بالك لانه ممكن هذا lately يصير patient stroke، ذاك الوقت بعد ما يفيد لا تلطم، ما يفيد الندم انه انت you didn't diagnose the carotid والvertebral artery injury early. اذا صار patient stroke delayed neurological deficit stroke بالبداية، من البداية اكو فد certain types of fractures C1 و C2 C3 fractures. اذا موجودة حاول تستثني الكاروتيد والفيرتبرال artery injury through CT angiography وتشوف اذا اكو عندك injury بالكاروتيد او vertebral artery. اذا عندك any spine any cervical spine fracture بس وياها dislocation، any cervical spine مش C1 C2 C3 حتى لو بس fracture، كل السباينز اذا وياها dislocation لازم تفكر بال carotid أو vertebral artery أو fracture involving the foramen transversaria. ذني types of injury spine injury لازم تفكر، يعني يصير عندك high suspicion إنه ممكن عندك carotid and vertebral artery injury أو dissection. You must do CT angiography to exclude على مود إذا أكو عندك injury ذاك الوقت تبدي management to prevent stroke على مود ليصير patient stroke. يعني إلى هنا نأتي إلى نهاية spine and spinal cord injuries. شكرا لوجودكم وتصبحون على ألف خير.